هذا المشاهد أبو عبد الملك الجماعة يا شيخ، يقول نحن نحبكم في الله وندعو لكم الشيخ صالح في ظهر الغيب، ولي مجموعة من الأسئلة. يقول الشيخ صالح بأنه أتى بعمرة له ورغب بعمرة ثانية لوالده، فما مدى صحة الإحرام للعمرة الثانية من الجعرانة والتنعيم؟ وهل المقصود من ذلك هو الخروج من حد الحرم فقط أو هي سنة؟ وأيهما أفضل يا شيخ، أن أخرج إلى الميقات أم إلى التنعيم؟ نعم، العمرة لا يحرم بها من مكة، من نوى العمرة وهو في مكة فلا يحرم بها من مكة، وإنما يخرج إلى حدود الحرم، إما إلى التنعيم وهو أدنى الحل، وإما إلى الجعرانة، وإما إلى الشميسي يعني اللي هو موضع الحديبية. حدود الحرم عليها علامات، عليها علامات موضحة حدود الحرم، فيخرج خارج الحرم ويحرم، وهذا واجب، هذا واجب من واجبات العمرة، لأن الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج وواجبات العمرة، والعمرة يحرم بها من الحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن يخرج بها أخوها إلى التنعيم لما أرادت العمرة، واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم، فأحرمت بالعمرة وأدت العمرة. نعم. لو خرج إلى السيل فضيلة الشيخ؟ إذا خرج إلى السيل فلا مانع، لكن لا يتكلف وعنده التيسير وعنده التنعيم وحدود الحرم. نعم.